السلام عليكم. اليوم نروح الولاية نتاع بومرداس لنقف على الأشغال نتاع المحطة نتاع تحلية مياه البحر ذات 300 ألف متر مكعب يوميا، واللي تقع في إقليم بلدية كاب جنات، إذا بالقرب من المحطة نتاع توليد الكهرباء الجديدة نتاع كاب جنات. إذا فيه زيارة نتاع الوالية نتاع ولاية بومرداس الى المشروع، واللي على غرار يعني 5 مشاريع بهذا الحجم نتاع يعني 300 الف متر مكعب يوميا في كل من طارف وبجاية، وهذا في بومرداس وكذلك في لافتي بازا وفي وهران. اذا في 5 محطات لتحلية مياه البحر راهي قيد الاشغال الان بالسعة نتاع 300 ألف متر مكعب يوميا، وبتكلفة مبدئية نتاع 300 مليون دولار لكل محطة. نخليكم تابعوا الفيديو حول المشروع هذا اللي يقع في كاب جنات بولاية بومرداس، والسلام عليكم.